قعدوا على باب الاول يشتموا في سامع. سامع زي قوم ومشاهم، والجيران يقوم مشوهم، هم خالد وجماعه كلهم مشوهم من هنا خالص. العيال اعتبروها ان دي اهانه، ان هو ايه بتحل مننا، بتطردنا من القهوه، احنا جايين نقعد في القهوه بفلوسنا. قال لهم مش عاوز فلوسكم، انا مش عاوز سمعه وحشه من القهوه. بعدها باسبوع اصحابهم جايين بقى تربص. جاء اخوه ما كانش موجود هنا خالص، عمل محضر في المركز قبل ما يقتلوا سامع بنص ساعه. حتى وكيل النيابه نفسه قال لك كده يعتبر من تبييت نيه. الماتش بتاع الاهلي والهلال السوداني ده حصل فيه مشكله في اخر الماتش خالص، في اللحظه دي كانت القهوه مليانه كلهم روحوا جايين. سامح شايل الصينيه وماشي راح من ايامه النصبه، بيخش النصبه عشان كده، قام بيقول له يا معلم سامح، سامح بيتلفت راح ضربه فين؟ راح ضربه بالسنجه. كل انا كنت واقف قدام الكافيتيريا بتفرج على الماتش، وبعدين لقيت الناس دخلوا من جنبي عادي خالص، مفيش اي حاجه، ان هم داخلين دخل عادي. المهم دخلوا قدام النصبه اللي هي بتاع الكوبايات، فجاه لقيتهم راحوا مطلعين السلاح وقاموا ايه ضاربين المجني عليه دون بالسلاح وجريوا على طول. طول ما خبطوه راح واقع مكانه. طبعا احنا كنا، انا اول واحد شايل المجني عليه ان هو عشان اوديه المستشفى. خدته ركبته على المكنه موتوسيكل كده ان انا اخده اوديه المستشفى. فطبعا هو كان فاقد الوعي، ما كانش فيه اي روح ولا الكلام ده كله اللي انا شفته. المهم خدته ووديته المستشفى بالمكنه، المستشفى الجامعه للاستقبال. قعدوا هناك يحاولوا ان هم يسعفوه. طبعا كان عضل في قلبه وقفت من كتر الدم اللي نزف مني، وقعدوا يتكوا على قلبه ما فيش فيه.